بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكروا ناظور سيتي على هذه المبادره، تنشكركم بزاف لان الاعلام كان خارج التغطيه عندنا، فاولا هذا الشكر الجزيل لكم. ثانيا الحقيقه اي مشروع نتاع ربط الطرق ولا نتاع اصلاح البنيه التحتيه هذا شريان للحياه بالنسبه لهذه المنطقه هذه. يعني هذا مثال ديال الطريق هذه اللي الان التمديد ديالها من دوار العباب دولة موسى هنا حتى الحداشات على المسافة ديال 3 كيلومتر و200، يعني حقيقة هذا واحد العمل اللي غادي يفك العزلة وغادي يخلي الناس اللي تعانيوا أنهم بدل ما يمشوا في الطريق اللي مازال ما تصلحتش يمشوا في هذه الطريق هذه اللي هي تصبح معبدة. وأنا شخصيا بكل صراحة وليت كنستحملها، أنا شخصيا تنستخدم هذه الطريق لأنها ولات سهلة لي بزاف. من قبل راه ما كانتش هنا كان طريق، ولكن هذاك الشيء يعني كان لا يعتبر طريق، يعني راه كان عندنا هنا واحد الواد راه ملي كيحمل راه ما عندك من تفوت، فهمتني؟ فالحمد لله دابا الان كان قنطره وكاين الطريق تزفت المره الثانيه. هذا واحد العمل انا كنعتبره رائع، غادي يشجع الساكنه باش يجيو يستقروا في المنطقه نتاعهم. وبكل صراحة أنا شخصيا من المحبين تاع القرية تاع البادية، لأنك تحس بالهواء، راه كتشوفوا كتحس بالهواء وكتحس بالراحة يعني. فتنشكركم مرة أخرى، وتنشكر الحقيقة المجلس جهة الشرق على والرئيس تاع مجلس جهة الشرق على هذا المبادرة وهذا الدعم اللي قاموا به من أجل إصلاح الطريق. تنشكر وتنتمنى إن شاء الله الطريق الكبيرة اللي كتجي من الزاوية ولاد موسى الغرابة إن شاء الله عما قريب، لأن الحقيقة السكان تنتظروها بفارغ الصبر ومعاناة ديالي أنا شخصيا وأنا صغير، يعني من السبعينات حتى لدابا. من هذا المنبر نوجه الشكر للسيد رئيس الجهة اللي ما كيبخلش على الجهة ولا على الإقليم الدريوش ولا المنطقة ديالنا بهذه المشاريع هذو. كما كتشوفوا اليوم الحمد لله المقاولة اللي شادة هذا المشروع هذه راه في المرحلة النهائية اللي هو الشطر الثاني ديال تصفية الطريق. المساحة ديالها 3 كيلومتر و200، التكلفة الإجمالية 376 مليون سنتيم. هالطريق هذه اللي كتربط بين عدة دواوير بجماعة مطرسة ولا إقليم الدريوش، لأن هالطريق كتربط ما بين جماعة بن طيب وجماعة مهاجر وجماعة تفرسيت إضافة إلى جماعة مطرسة والدريوش، لأن العدد ديال الساكنة اللي كيستعملوا هالطريق أزيد من 7000 ولا 8000 نسمة ديال الساكنة اللي كتستعمل هالطريق. الحمد لله حنا فرحانين بهذه الطريق هذه لان فكت العزله على المنطقه ديالنا ولا على الاقليم ككل. نتمنوا من السيد رئيس الجهه يزيد يمد اليد المساعده ديالو بهذه المشاريع على المنطقه ديالنا، لان احنا بحاجه لهذه المشاريع هذو، فك العزله على المنطقه خاصه العالم القروي اللي هو محتاج لهذه الطرقات هذو. مره اخرى شكرا للسيد رئيس الجهه وجميع الشركاء، السيد العامل، السيد الوالي، جماعة مطرسة، الجمعية اللي تكلفت وجرات في هذه المنطقة اللي هي جمعية حداشات، مشكورة من هذا المنبر هذا. السلام عليكم، معز مجرود، ممثل عن مكتب جامعة مطرسة. احنا متواجدين اليوم مع الشركة اللي غتقوم يعني غتنجز هذا المشروع ديال الطريق ديال 3 كيلومتر و200 اللي حضرنا يعني في الشطر الأول، وحنا الآن كنحضروا في الشطر الثاني يعني من تعبيد هذا الطريق. اللي متواجد اصلا النقطه اللي متواجدين فيها يعني هذا الطريق غادي تفك العزله واحد المجموعه ديال الدوار ومجموعه ديال المدن الصغيره بين مطيب تمسامان والدواوير ديال جامعه مطلسة. وكنشكروا جميع المساهمين في هذا المشروع هذا على راسهم رئيس مجلس الجهه الشرق، وكذلك جميع الشركاء ومن بينهم مجلس جامعه مطلسة. وقول اعملوا فسير الله عملكم، تمنوا الخير والمشاريع قادمه ان شاء الله.